تفاعل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن عقب تداول مشهد أسطوري لأحد جنود الجيش الوطني وهو يتقدم صفوف المواجهات بساق صناعي في جبهة نهم شرقي صنعاء. ونشر ناشطون مشهدا أسطوري لجندي جريح بساق صناعي يتقدم صفوف الجيش الوطني في جبهة نهم شرقي صنعاء في المعارك التي يخوضها ضد الحوثيين.